مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 93، وعنوان حلقتنا السلفية يكفرون الأشاعرة بالدليل. وفي حلقة النهاردة هنتعرف على التوحيد عند الأشاعرة وإزاي ولاد الحنبلة الوهابية بيردوا، وهنشوف مع بعض من الدور الثانية في المبحث الأول التوحيد عند الأشاعرة. قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، يقول شيخ الإسلام عنهم ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتباعد، إنه لا ينفصل بعضه عن بعض، وإنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحو منه النصارى والمشركون، فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه. وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيد عن الله بهذا المعنى. زي ما شايفين ان كل واحد فيهم لما يجي يطعن في التاني، حتى في الفيديوهات اللي احنا شفناها في الحلقة اللي فاتت، لازم يدخل النصارى والمشركين في الموضوع. هل احنا بنعبد الهين؟ المهم طبعا لازم يتعنوا فينا، يعني احنا كده نتخذ في الرجلين. يعني زي ما نكمل، ايه المراد ان الله واحد في ذاته لا قسيم له؟ نشوف مع بعض. وانما مرادهم بذلك انه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء، بحيث انه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو ان يشير منها الى شيء دون شيء، او يرى عباده منها شيء دون شيء، بحيث اذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك غير ممكن عندهم ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته. يبقى المراد إن الله واحد لا قسيم له، إن محدش يشوفه ولا يدرك من الله شيء، وإن الله لا يتجلى لعباده عشان يريهم نفسه، وكمان الله لا يتصور إنه يكون منفصل عن الناس بحجاب يمنع رؤيتهم ليه. طيب نكمل، ليه رافضين ان الله يكون محبوب؟ يقول ايه؟ فان الحجاب لا يحجب الا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم ان الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنين او يراه المؤمنون، ولا ان يكون على وجهه حجاب اصلا، ولا ان يكون بحيث يلقاه العبد او يصل اليه او يدنو منه او يقرب اليه في الحقيقه. فهذا ونحو من المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمونه ذلك نفي التجسيم، إذ كل ما ثبت له ذلك كان مجسما منقسما مركبا والبارئ منزه عندهم من هذه المعاني. الأشاعرة رافضين إن الله على وجهه حجاب، لأن الحجاب بيحجب الأجسام فقط، رفضوا إن الله يكون عنده حجاب ويكشف الحجاب ليراه المؤمنين أو ليراه المؤمنون يعني، وبينفوا إن العبد يقترب من الله أو يدنو منه في الحقيقة، يعني يدنو منه على الحقيقة، هم قصدهم كده. وبعد كده قالوا واحد لا قسيم له، يعني لا ينقسم، وكده نفوا التجسيم، لأنه لو أثبت أو أثبت الحجاب رؤية الله أنت كده جسمت الله. ونكمل باقي الكلام، معلش أنتوا استحملوني في الحلقة دي، هي قرايات كتير لكن عشان تبقوا فاهمين يعني إيه التوحيد عند الأشاعرة. وجميع المعاني التي قصدوها بقولهم هذا إنه تعالى عن قولهم ليس قائما بنفسه ولا بائنا عن خلقه ولا على العرش استوى، إنه لا يشار إليه من جهة العلو، وهذا ما يعبرون عنه بنفي الجسمية والتحيز والجهة. والرازي صرح بأن كل متحيز منهم منقسم، وكل منقسم فهو ليس بأحد، وهكذا صار حقيقة التوحيد الواحد والواحد والأحد عند هؤلاء نفي صفات الله الخبرية ونفي علوه على عرشه. يبقى التوحيد اللي قالوه الأشاعرة هو إيه؟ إنهم نفوا كل الصفات الخبرية زي اليد والساق وغير كل الصفات الخبرية يعني وقتهم كده، وكمان نفوا الجسمية والتحيز. خلينا بقى نشوف النوع الثاني. أما قولهم في تفسير التوحيد بأنه معناه أيضا إنه واحد في صفات ولا شبيه له، ابن شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح ويقول: فيرى شيخ الإسلام إن هذه الكلمات أو هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام، لكنهم أجملوها حيث جعلوا في مسمى التشبيه، وهذا من بدع أهل الكلام، إذ لم يرد في كتاب ولا سنة
أو في كتاب ولا سنة رسول الله والأقوال للسلف أن يجعل نفي الصفات أو بعضها من التوحيد، مع أن أهل الكلام مضطربون في هذا، لأن كل طائفة تجعل ما تنفيه من الأسماء أو الصفات من التشبيه الذي يجب تنزيه الله عنه، فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا نفي كثير من الصفات أي ما عدا الصفات السبعة التي لم يثبت غيرها متأخرون ومتأخروهم. والمعتزلة أدرجوا في ذلك نفي جميع الصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات جميعا، وزاد الغلاة من الكرامات والباطنية فقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن القول بأحدهما يقتضي تشبيها وهكذا. يعني الكلام ده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن أهل الكلام اللي منهم طبعا الأشاعرة، إن النوع الثاني من التوحيد واحد في صفاته لا شبيه له لم يثبته الله ولا رسول، محدش قال بالكلام ده، ولا أقوال السلف إن نفي الصفات أو بعضها من التوحيد، ولما بينفوا الصفات بيسموا ده تنزيه الصفات، يعني الخبرية كل الصفات صفات الله بينفوها فبيسموا كده تنزيه. الأشاعرة التوحيد عندهم نفي الصفات ما عدا سبع صفات، والمعتزلة نفوا جميع الصفات، والجهمية نفوا الأسماء والصفات. أما القرابطة والباطنية فيقولون لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن القول بأحدهما يقتضي تشبيها. وشوفوا معي الشيخ محمد رسلان هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. ثم إن الجهمية من المعتزلات وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون لمن قال ذلك وأثبته إنه مشبه ليس بموحد، لأنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد فينفون الصفات عن الله رب العالمين. فمن أثبت لله صفة وقال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إنه يتكلم وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، من قال ذلك فهو مشبه عندهم وليس بموحد، لأنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. فمن أثبت ولم ينفي الصفات يكون عندهم مشركا مشبها غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. فمعلوم أن هذه الصفات الثابتة، الشيخ محمد رسلان بيقول إنهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فمن أثبت ولم ينفي الصفات يكون عندهم مشركا مشبها غير موحد، وكلهم وقعوا في التشبيه. هم حبوا يهربوا من التشبيه الله بالأحياء فشبهوا الله بالجمادات والمعدومات. ودلوقتي هنروح للقول إيه الثالث من معاني التوحيد، واحد في أفعاله لا شريك له. بيقول كده طبعا ابن تيمية مازال بيرد، وأن الله رب كل شيء وخالق، ويقول شيخ الإسلام عن هذا المعنى أو عن هذا المعنى، وهذا معنى صحيح وهو حق وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصوله، حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره. والخطأ الذي وقع فيه الأشاعرة هنا هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأنه المقصود بشهادة أن لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن هذا هو أن هذا التوحيد أقر به المشركون ولم ينكره أحد من بني آدم، ولكن غاية ما يقال أن المعتزلة وغيرهم جعلوا بعض الموجودات خلقا لغير الله كأفعال العباد، ولكنهم يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا أنهم خالقوا أفعالهم. هذه معاني التوحيد عند الأشاعرة مما سبق يتبين في ظاهر العبارات من الحق وما قصدوا من الباطل مع ما وقع فيه من التقصير. وشوفوا معي الشيخ أحمد الحزيمي هيقول لنا إيه ويأكد الكلام ده في الفيديو اللي جاي. قال رحمه الله تعالى: والمتكلمة وغيرهم، يعني الأشاعرة ومن نحى نحوهم، يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، يعني حملوا معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية. وعرفنا أن هذا تفسير ما حكمه؟ مبتدع بدعة،
إذا جعلنا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا هو معناه مطابقة قلنا هذا التفسير بدعي، وإذا جعله بدلالة التضمن قلنا هذا أصل لا إشكال فيه. إذن النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار هل دلت لا إله إلا الله على توحيد الربوبية مطابقة؟ قل لا. دلت عليه تضمنا؟ نعم، هذا الذي يعنيه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. ولذلك قالوا المتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد. إذا أقر بأن الله خالق كل شيء فهو الموحد، إذن لا فرق بين عقيدتهم وعقيدة المشركين. إذا جعل معنى لا إله إلا الله هو أن الله هو الخالق وحده دون ما سواه، هذا أقر به أبو جهل، إذن ما الفرق بينه وبين أبي جهل؟ لا فرق بينهم البتة إذا عملوا بهذا المقتضى. قال رحمه الله تعالى وليس الأمر، ولذلك شاع عندهم في تفسير التوحيد قولهم واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له. انظر في أفعاله لا شريك له لا في عبادته، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا ليس بتوحيد، اعتقدوا هذا، هذا محل إشكال. ولذلك نقول الأشاعرة القول بأنه من أهل السنة هذا باطل، لا ينبغي أن نناقش فيه، وإنما نناقش مسألة أخرى هل هم مسلمون أم لا، هذا الأصل. من أثبت أنهم مسلمون لا إشكال، إذا عنده أدلة أو قلد غيرهم هذا لا نختلف معه، لكن البحث يكون في هذا لا في أن هل من أهل السنة والجماعة كيف من أهل السنة، هم لا يقرون بتوحيد الألوهية على وجهه. أصل الأصول الذي هو التوحيد نازعوا فيه قبل الأسماء والصفات، قبل اعتقاد القرآن مخلوق الله في كل، وزي ما شفنا في حلقة النهاردة إن غلاة الحنابلة الوهابية مش بيعتبروا إن الأشاعرة موحدين ولا حتى مسلمين، وإن من أقر وحده إن الله خالق كل شيء فهو الموحد، إذن لا فرق بين عقيدتهم وعقيدة المشركين، إذ جعل معنى لا إله إلا الله إن الله وحده الخالق وحده دون سائل دون سواه، هذا أقر بمين؟ بأبو جهل. إذن ما الفرق بينه وبين أبو جهل؟ وتابعوني الحلقة الجاية عشان هتكلم في موضوع خطير جدا في عقيدة الأشاعرة، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين